بلاهب على صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي. لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبابي المشاهدين في كل مكان، إني أحبكم في الله. لقاء جديد طيب متجدد نقول فيه ما نكرره دوما وتكرارا، بداية بنية خالصة الله سبحانه وتعالى أن نتعبد إليه بهذه الدقائق المعدودة من حياتنا ومن عمرنا، نجتمع فيها على طاعة الله سبحانه وتعالى امتثالا لقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بنقولها وبنكررها كل مرة، وكل مرة نكرر تكرار اللي بيعلم الشطار، ونذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. راجل كبير في السن، هرم، حياته قاربت على الانتهاء من كثرة ما ظهر في شعره من شيب. كان عنده 3 ولاد. الراجل كان خايف على ولاده قوي، مش عارف يعمل لهم ايه، مش عارف يسيب لهم ايه، مش عارف لو ساب لهم مال هيحافظوا عليه ولا لا، مش عارف لو ساب لهم سلطان ونفوذ هيقدروا يستفيدوا بيه ولا لا، مش عارف لو علمهم يعلمهم ايه، ولو زادهم معرفة هيزودهم بايه. سأل صاحبه الحكيم اللي كان عايش معاه سنين طويلة: ايه رأيك اعمل ايه؟ قال له: ولادك ولادي، ابعتهم لي، ابعتهم لي وانا هقوم على تربيتهم تربية صحيحة وسليمة. الرجل في مقام عمهم الحكيم بيحب الولاد زي ولاده، راجل عاش مع الولاد يوم واثنين وشهر وشهرين وسنة وسنتين، يربي فيهم ويعلم فيهم، يدرس لهم، يعلمهم القراية والكتابة، يعلمهم الحساب والفيزياء والطبيعة والجغرافيا، يديلهم معارف ويديلهم فنون. السنين مرت والأب عايش والحكيم عايش، والولاد ما بين الأب وما بين الحكيم. وسبحان الله، سألوا: كيف حال مريضنا؟ قالوا: صحيحنا مات. الحكيم هو الذي شعر أن منيته ستقارب على اللحاق، هيموت يعني. قال: لازم أعمل حاجة للولاد، أدرس، أختبر، أفهم وأنا علمتهم بجد ولا لا. قال لهم: أنا في حياتي لم أحب كما أحببتكم، لم أنجب، لم يكن لدي أولاد، وإنما أنتم أولادي، علمتكم كتير، اديت لكم كل اللي أقدر أديه، لكن عايز أعرف لكم في اختبار بسيط وصغير، اختبار في الحياة لمدة سنة، مين فيكم هيقدر ينجح ويكون أكثركم نجاحا؟ أما أولكم فإني سبحان الله سأعطيه السلطة والنفوذ، وأما ثانيكم فأعطيه المال والجاه، وأما ثالثكم فأعطيه العلم والمعرفة. كل واحد فيكم يوريني هيعمل ايه بيهم، والتقي بكم بعد 12 شهرا، سنة. كل واحد فيكم يمشي ويرجع بعد سنة يوريني عمل ايه. أما الأول فقد استخدم نفوذه وسلطانه وسلطته في أن يجمع حوله الناس حتى صار ملكا على بلد من البلاد، شهر واثنين وثلاثة، وسبحان الله إن كانت القصة من الأعاجيب ففيها من الدروس والحكم البالغة. 8 شهور كانت عنده مملكة كبيرة جدا، سبحان الله جل شأنه، يرزق من يشاء بغير حساب. وأما الثاني فقد رزق مالا وجاها، 8 شهور وكان عنده من المال يعني ما يقارب مال قارون مثلا، مال كتير جدا. وأما الثالث فقد أعطاه الله علما فجعل عنده من العلوم ما يجعل به من التراب ذهب، من كل ما لا يمكن أن يستفيد به أحد
ما تكون به فائدة عظيمة، علوم وفنون عظيمة. بعد 8 شهور كان الموعد كل منهم مع نفسه وليس مع الحكيم. الحكيم لسه معاد بعد 12 شهر. الأولاني مملكته كبرت جدا، لكن سبحان الله واجهته مشاكل. الممالك الصغيرة اللي حواليها اجتمعت فكانوا عليه كثرة، بدأوا يحاربوه. مبقاش بعد الحرب الشديدة والعنيفة إلا أخوه. راح لأخوه صاحب المال قال له شفت أنا وصلت لمملكة كبيرة وعظيمة وفي حاجة لمال لأشتري به عتاد، عايزين سلاح، عايزين فلوس، فأنت صاحب المال أعطني مالا. أخوه قال له يعني والله أديك مال، أديك، بس إزاي أديك مال وتبقى أنت صاحب السلطان ويبقى في موعدنا عند الحكيم؟ أنت أنجح مني، مش هديك مال. صار بينهم خلاف، فصاحب السلطان كان يعني شرير رحيم شوية، راح حابس أخوه وأنا هواجه مشكلتي بنفسي. حبس أخوه صاحب المال وذهب إلى صاحب العلم والمعرفة قال له أنا عندي مشكلة كبيرة وأنت شفت ما أنا فيه وأنت صاحب المعرفة، تستطيع بمعرفتك أن تجعل لنا أسلحة وتجعل لنا بما أنك تجعل التراب ذهب مالا نشتري به السلاح والعتاد والرجال، فلتساعدني. صاحب المعرفة كان عنده من الحكمة اللي شاف ان اخوه حبس ان يتفق معه على اتفاق. الاتفاق يتلخص في ان يعطيه المال ويساعده بشرط ان يأخذ نصف ملكه. لسه صاحب السلطان والنفوذ هيقول لا، قال له لكن قبل ان تقول لا وقبل ان تضعني في السجن تذكر نصف المملكة في يديك أو بين يديك خير من مملكة ليس لك فيها شيء. خد بالك هتروح منك المملكة. أقنعه صاحب معرفة صاحب علم أن يساعده لكن مقابل نصف مملكته. وافق. شهر 2-3 استقر السلطان لصاحب السلطان ولكنه أعطى نصف ملكه لصاحب المعرفة. 11 شهر مروا، صاحب السلطان أصبح صاحب نصف المملكة، صاحب المعرفة أصبح صاحب المعرفة وصاحب نصف المملكة، أما صاحب المال فكان في السجن محبوس. يعملوا إيه؟ بعد 12 شهر كان الموعد مع الحكيم. راحوا قبلوه 3، صاحب السلطان طلع أخوه من السجن وراحوا 3، كل واحد بقى كل فيهم يقول ما فعل، امكانياته، انجازاته، ما وصل اليه في مجاله. صاحب السلطان وصل ان بقى عنده مملكه لكن اخذ نصفها. لكن في الشهر ده حصلت حاجات كتير قوي ما حكيناهاش. صاحب المعرفه استخدم معرفته ليصل لان يكون الاول، فانفق على كل الرعية اللي موجودين في مملكة أخوه ليقوموا عليه بثورة، وأعطاهم من المال كما يكون التراب ذهبا، فأصبح المال ملوش قيمة وأصبح السلطان ملوش قيمة. إيه اللي حصل؟ استخدم معرفته ليسقط سلطان أخيه. راحوا للحكيم الأول حكى كل حاجة والتاني حكى كل حاجة والتالت حكى كل حاجة، بس قبل ما يروحوا له كان واحد في السجن وواحد بيحارب والتالت بيحارب اخواته. الراجل قال لهم محدش فيكم يستاهل ان انا اديله كنزي وسري. صاحب المعرفة سأله قال له لكني الاول واستحق ان تقول لي سرك وتعطيني كنزك. قال له لا، أنت
لا تستحق.